ايه وين كنا؟ يعني نحن بعد رمضان انتو بتصوموا؟ ايه الحمد لله. عبدو بتصوم؟ انا هاي السنة بصوم. عم تعالج دعينتو دعين. اذا حدا في ساعة الناس. قطع الهوت لاين عن كعب السويسي. مهدي بتصوم؟ انا احسي. شو هالعائلة المريضة بتصوم انت؟ ايه اكيد طبعا. طب هم مسيحي بيصوم؟ انا بصوم رمضان ولا بصوم عند المسيحيين؟ كلهم. عم بيسابوا مع بعض. الثياب بتلاقيني هو بعض. مسابين مع بعض، ما عم بيسابوا سوا هي ذاتها يعني فتقريبا بتصوم 700 يوم يعني. بصوم ضل صايم، بنسى حالي اوقات بالاكل، انا من عمر التسعة لل 15 من حنسيت حالي بالغدا يعني. لا انا بعمل شيء اسمه انترميتنت فاستنج يعني صيام كل الوقت. ايه ما بتعرفش شباب افطروا شعرات شو؟ صيام متقطع. صح صيام متقطع. طب سؤال، قطع رمضان وهل العالم بلبنان كانوا عم يعملوا نفس السفرة اللي كانوا يعملوها قبل ولا تغيرت القصص؟ هو انا بحس اكثر مرة قطع عليهم رمضان للبنانية هالسنة عرفت؟ حسوا انه رمضان ايه حس في تكتف صار شوي. قال لك بصوم يا اخي هيك مش عم بحكي شوية الاكل اللي حنكله كل السنة رمضان يعني حطها على الوضع. ايه انتبهتوا انتوا امك عملت سفر؟ والله تغير الحكي بالبيت يعني قبل اذا كان صار يحكوا ياباني. لا لا قبل كان اذا في شوي تراخي بموضوع ما تتركوا مكان، هلا صار في جديه. على فكره دائما الكوسه بينزل ثالث نهار برمضان عامليته اول نهار مثلا. استاذ بتقول لك لا ما هو اليوم عملتهم اليوم عملتيهم تلجين انت تلجين الرز متلج يعني رز بوزه بوزه الكوسه هي والله بتحلى فيها عم بسخنيتها فاقعه الباذنجان يعني طافره الباذنجان يعني حبه الباذنجان تشتشت هالقد صارت لا عم بتقول لك كبين خلص سيب حدا مجرب معلق على اكل امه؟ لا شايف انا مجرب شو صار فيهم؟ بيقولوا انه خلص يعني ما عاد رجع فاتوا بالثقب الاسود تبع هو بتتوقع شدت فعلا لامك عليها القصص خاصه بس تشوف اكلي على اليوتيوب هلا لانه درجه قصه اليوتيوب كثير تفتح يوتيوب قالوا شافت اكلي بالخضريات اللي باقيين عندها شو فيها تعمل طب ما لي شيء بجيبي خضره شوفي لك اكل جيبي لها شيء طازه لا في شوية كذا بدها تعمل فيه الأكل لقيت حدا عامل أكلي ما بنعرفش من هو نحن بالكرة الأرضية اللي اخترع على هالأكل هو على يوتيوب مش حدوقها على اليوتيوب أنا تيجي بتعملها للأكل أهم شيء إنه على طول بحطه جبنة على الوجه ليه ما حدا بس تعطيك إياها كطبق لازانيا هي تيجي محترمة الأكل قصة هيك بتطلع قصص تفهم شيء يعني في تناسق ألوان ما في في شيء أسود بأسود في على وجه جبنة وبتحطه أنت وهي عيونها هيك يعني هلا عم تعمل الامتحان اه انت يا امك بتطلع على امي امي بلش اكل هي فيها لحتى تشوفك انه انت شو انه عم تاكل ولا لا بس انت بتاكل وتحسك سكتت ما عجبتك بل ما تحكي ولا كلمه اه ما عجبتك اول شيء يا كلب انا بطعميك وانا اجري بكلبك تسع اشهر اللي حملتك كل فيه. عمري ترضع من صدري يا اخي شو خاص صدري مين بده يرضع صدرك مش حضرتيه على يوتيوب صدر هذا مش موجود على يوتيوب يا امي انا كطفل ما بروح برضع غير صدري ليك هو الخطر بهذا الموضوع انه تنطرك انت تاكل قبلها ايه بالضبط تنطرك بتحس انه هي حاسه انه الاكل مسمم او شيء ما انت بتطمن من الاكل يعني بتنطرك بتحط فرغ عليك هي عم تقتلك انت بضغط يعني وردت فعل امي انا بخوفني بس بتضايق من هذا الموقف يعني انت امك دغري بتهاجمك انا لا امي بصير عندها صفنات مش مبرر يعني صفنه نحن قاعدين هيك على الطاوله في عندها صفنه بعكسنا كلنا ما حداش بيعملها على طاولة أكل عرفت؟ في شيء غلط يعني بين التمثال يوني هيك وعلى طول هول إصبعين هيك وهيك والطفل على مطرح ما حداش عارفه شو هو سألها إيش بك شيء هون لا يا طب لا ما بني شيء أنتوا قايلين رأيكم بعد لا بعد مش عم ناكل مظبوط لازم كده بشراهة على فكرة نحن الأولاد مع أمهاتنا ما عندنا جرأة البي البي دغري أكل شو هالخرع بياله يا زلمة انت بدك تيجي مع بيك توقف معه يعني بس قل له ما حبيته ولا انا كذا بس امك ضايعه انه كيف بتهاجم
بيبين ببلش مبيطي هو اللي فتح الكاسة وبيقوم بايك دغري وبتشوف مين بتبقى انت بدك جيم هو شو هالخرا صايع شو الاكل الخرا بس انه بس فيك تقول له يمكن ناقصه بس ملح حتى انت شو بتلاقي امك كسيتك مش حيطلقوا كرمالك لا ما هي هون بتتفجر كل مشاكلهم على الكلمه اللي قالها ايه هي هون بيطلع كل الظلم اللي انظلمته ب 30 سنه قطعوا بيطلعوا على هالاكل اللي ما بتسوى اللي هو قال ما حبيت شي مره انا عملت اكلي وحبيتوها بتسيتش طعم عادي شي مرة شي مرة انا عاملة اكل واكلته منها للاكل يلعن اخت الاكل واختي اللي بدها تساوي اكل بصيروا لوخوا على فكرة اكتر شي ما بعرف انه امهاتنا انا بشوف انه امي ممكن تفقع زعلة وتعادي اخواتها وكذا وبيعلقوا مثلا انه ليش قالت لها لشادية مثلا انه هالجاتو مش طيب لعمي وخالتي شادية مثلا مهووسة بالحلو عندها مريضة حلو يعني عرفت وامي مهووسة بالاكل وصير انه امي ما هالحلو اللي عمي تشادية انه ما هاد تنزع عيني تخرب عيني ايه بتخرب بصير انه ما انا مش عارف تاني نهار ما شادية بيحكيش معها شو صاير يا امي مثلا 10 سنين بس تعمل حالة بتعمل حلو وانت سيدك بتخالتي بتقلها لخالت تاني ما اكله معروف خرا لما اولادها بيحكيش اكله ستك يا اولادها غريبين امهات غسيل مصيبه اذا هي عامله اكل وانت رحت اكلت برا او طلبت اكل على البيت فانه هون انت خلص عدو لها مش ابن عدو اكثر كلمه سامعينها بحياتنا انا اكثر كلمه لانه هي اكثر اكله ما حدا بياكلها اكثر كلمه سامعها من امي لمين لمين عملت كل هالبيبي انا يا ابي ما انت عارف انت ما بناكلش بيبي تتفاجئ على طول باكل مجدره هي المجدره طب ما المجدره كطبخه كثير اخذت تقل بالمطبخ اللبناني وهي ما كثير بتشار يعني ما لنا هالديسبلاي المجدره ما بعرف ليه هالاصرار عليها اخي انا بحس بجهنم يضيفوا مجدره يعني وسيله عذاب ما لنا غزر ايه بس لا اكل امك طيب صراحة بس أكلهم طيب غريب